تراق دماؤهم. وإنني أؤكد مرة أخرى إن تركيا بلد آمن، ويجب على كل صديق وأخ أن يعرف ذلك بشكل جيد. فليعلم جديد إن تركيا بقدر ما صداقتها هي آمنة، فإن غضبها كذلك شديد وقهار. إنه ذو أنا وامتلاكنا للأعصاب لا يعني بأننا بمثابة قطيعة تنقاد لكل شيء. إن موقفنا الوقور وإن امتلاكنا للأعصاب لا يعني لا يفهمنا بشكل خاطئ. أنا هنا لا أريد أن أتحدث بلغة الحماس، وأنا هنا أتحدث بقوة أستلهمها من تاريخي وأجدادي. ونحن إن الشعب التركي الذي له تاريخ دولة وعنده عادات وتقاليد إدارة الدولة على مدى 1000 سنة هي قادرة على فعل الكثير، والذين يشكون في ذلك فلينظروا إلى تاريخ هذا الشعب المجيد. ولست كذلك بصدد تلقين دروس تاريخية لأحد، نحن نصنع التاريخ ولا نتدخل في من يدون التاريخ أو يقرأ التاريخ أو يتعظ منه. وأنا أريد أن أؤكد هنا وأقول بكل وضوح، هناك البعض منزعج من تحقيق تركيا نموا كبيرا، وهناك بعض الأطراف منزعجة من متانة تركيا الاقتصادية ضد الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا هناك من بعض الأطراف منزعجة من أن تتعانق تركيا مع إخوانها ومع مع شقائها أيضا، وأن تزيل الشوق الذي استمر أكثر من 100 سنة. ونحن نعرف هذه الأطراف والدول التي تحاول أن تدعم الإرهاب للنيل من تركيا، وإن هذه التنمية وهذه القوة الموجودة لدى تركيا ما هي إلا فرصة كبيرة للجميع أيضا. والذين ينزعجون من تركيا فليعلموا جيدا أن هذا البلد هي دولة قادرة على فعل ما يتوجب عليها. وأيضا وإن تركيا ستكافح بكل ما أوتيه من أجل إفشال المحاولات المناوئة لهذا الشعب، للشعب التركي ولتركيا. وإن تركيا سوف لن تغض الطرف عن الأطراف التي تلعب دور الوساطة وكأنهم مهندسي المسح في المنطقة، وكذلك أيضا نحن سنستمر في المكافحة ضد المنظمة الإرهابية أيضا، ونحن كذلك سنتحول سنكون عذابا حارقا لكل من يتخذ موقفا عدوانيا تجاه تركيا. إخوتي الأعزاء، أريد أن أعترف بشكل جيد وخاصة إخواني الذين يشاهدونني على شاشات تلفزيوناتهم، أريدهم أن يعرفوا جيدا هناك بعض المحاولات
لتأويل الموضوع بشكل مغاير. وأرى بعض الكتاب أيضا، بعض الصحفيين يحاولون أيضا إلحاق ضرر وكأنهم لا ينتمون إلى هذا الشعب وإلى هذا البلد، ويفعلونه دون استحياء وعار، ورغم أن الإثباتات الرادار وكل شيء كانت موجودة، وأن طائرة استطلاع بدون أسلحة وبهوية مكشوفة، يعني قد تم إسقاط هذه الطائرة. لو كانت الطائرة لها أي نوايا عدوانية لأخفت هويتها ولقد تحركت وفق ذلك، فقد تم إسقاط طائرتنا، طائرة استطلاع، وهي كانت بصدد التدريب، وقد تم إسقاطه. وإن تركيا محقة في هذه القضية وفي هذا الموضوع. إخوتي الأعزاء، إن شرق المنطقة المتوسطية، منطقة البحر الأبيض المتوسطة، هي منطقة حساسة جدا بالنسبة إلى تركيا، ويجب أن تعرفوا هنا بشكل جيد في عموم الشرق البحر الأبيض المتوسطة. عندنا بعض الخطوط كذلك، عندنا أيضا خطوط موجودة، وبعض الدول كذلك تمثل مشكلة أيضا في المنطقة. لابد أيضا من القيام بمثل هذه التحليقات استطلاعية، هذا أمر طبيعي جدا. وإن هذا الطيران والتحليق الذي قامت طائرتنا كذلك كان في هذا الإطار،